وشراكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم بخير، احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، في نهار جديد، في تحضيرات رمضان باذن الله. كي معكم تشوفوا في الكوزينه، مازالني مع الكوزينه والروينه اللي راكم تشوف فيها. هنا كنت وريتكم بعد ما نشف، لانه تبقى تقريبا يوم ونص ولا باش نشف لي، ولكن الحمد لله يعني توقعت انه يقعد اكثر. فالحمد لله يا ربي نشاف، قلت يلا نوض نكملها ونحي على روحي، وخلينا يعني نزرب نقيها، لانه باغي نشوف الشكل تاعها الاخير، حتى يعني وما نبدلش فيها حوايج بزاف ولا بصح. الواحد يحب يشوف بعد ما ينقي، يشوف الشكل الاخير كيفاش يرجع. المهم انا كيما راكم تشوفوا، اول حاجه درتها رحت غسلت هذوك لومان كامل تاع الزجاج اللي كنت راح نحتاجهم، يعني اللي كانوا كامل غسلتهم صراحه. كاين اللي خبيتو وكاين اللي خبيتو ما نستعملوش في رمضان، وهذوك اللي نستعملهم وليت رجعت خبيتهم. المهم ست، وبالنسبه ثاني اللي قالوا لي نحي ذاك القماش، المهم البنات انا هذا القماش بخليته اصلا باش نغطي فيه، لانه كون نحي يولي المنظر، راكم تعرفوا البوطاجي تاعي كيفاش داير، فيولي المنظر تاعو ماشي مليح، فانا مخليته هكذا. عجبني يعني هكذا احسن من نحيه. وكاين ثاني اللي قالوا لي ديريه في الابيض والنوار، انا بصراحه ما نقدرش نديرو في الابيض، لانه راكم تعرفوا هنا البلاصه هذه نستعملوها بزاف، سما نغسلوا فيها الماعن بزاف، فكون نديرو في الابيض راه ما يبقاش ابيض، راه يولي اسود. والله العظيم يولي اكحل من راكم تعرفوا لما يسيح وكل شيء، سما ما يبقاش، ويدير هذوك البقع ما يبقاش لونه ابيض خلاص. فخلي هذا حتى باذن الله راني كما قلت لكم نسافر ونرجع ونشوفوا الاحوال كيفاش راح تكون. انا بعد ما كملتهم غسلتهم حطيتهم هكا نشفوا لي شويه، وذكر تشوفوا ثاني شكل الرخامة بعد ما عاودت غلفتها، يعني نحيت هذاك الغلاف اصلا كيما وريت لكم من قبل كان تقطع شوية، وهكا حبيت يعني نبدل شوية، قلت خلي كي عاد جاي رمضان نحبو دائما في رمضان نبدلو. فكيما راكم تشوفون اول حاجة حطيت هذا الكيسان اللي كنا نستعملوهم، بالنسبة للعصير بالنسبة للماء هذو كامل ستفتهم، وكاين اللي نحيتهم نقصت يعني شوية منهم اللي وليت ما نحتاجهمش نحيتهم. وهذوك ثاني الكيسان اللي راكم تشوفوا فيهم زوج هذوك، المهم هذوك النهار تزوجت اللي كانوا عندي، فجبتهم معايا من هذاك الوقت، وهما عندي يعني ما نشربوش بصراحه فيهم بزاف، مرات بصح هكا مخبيتهم سيفانير يبقاو لي هكا الواحد يشفع عليهم. هنا ثاني جبت هذه تاع العصير اللي نديرو فيها العصير في رمضان، فجبتها غسلتها ثاني وحطيتها هنا تكون قريبه، لانه كنت مخبيتها الفوق ما كنتش نستعملها، غير استعملتها في رمضان برك العام اللي فات، ومن بعد وليت رجعت خبيتها، فجبتها حطيتها هنا قلت باش تكون قريبه ليا، مام هاد الحوايج كامل راح نحتاجهم باذن الله في رمضان. عباكم والله العظيم راني متحمسه بزاف بزاف في رمضان، متحمسه كان للسهرات، متحمسه للفطور، متحمسه باذن الله ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم باذن الله يا ربي. هنا ثاني من الفوق حطيت هذا الكيسان هذو تاع الحليب وذوك، يعني قلت ماشي راح نستعملهم في رمضان بصح نخليهم ممكن نحتاجوهم والله. وثاني مسحت كيما هذا تاع الخلاط كيما تاع الميكسر الباتر هذو كامل كامل، عاودت مسحتهم مليح مليح وخبيتهم لتحت، فرشت لهم هذاك الغلاف هذاك بصراحة يعجبني، لأنه أكون مثلا كشبه حاجة تسيح ولا غير نهزو هكا، إلا كان نظيف سما ننبضو نمسحو ونرجعو سما يبقى معايا ما يفسد ليش خلاص ولا، فمليح بزاف يعني إذا اللي ماشي مفرشين ولا يفرشوه أي حاجة مثلا تسيح لكم ولا مرات هكا الواحد تسيح له، أنا مرات هكا الأولاد كشبه يسيحوا لي تحت مثلا فيرينا ولا أي حاجة نكون مخليتها لتحت، فنمسحهم ونحي ننفضو من بعد نمسحهم ليه ونعاود نرجع ونحط فوق الحوايج. وانا راني شوفوا نخدم ونحكي مع ماما، وثمثم لقيت روحي كملتها. ممكن تستغربوا تقولوا لي دائما تقولي اني نحكي مع ماما، عندك غير ماماك تحكي معاها. المهم البنات انا اصلا ما نحكي يعني مع حتى واحد، ما عنديش علاقات ولا هكا متعمقه، عندي غير ماما هكا برك، نبقى نحكي معاها الساعه زوج ثلاثه تلقوني نحكي معاها، بصح ما عنديش هكا علاقات باش نبقى نحكي مده طويله مع ناس ولا مع كاش افامي ولا، ما عنديش خلاص ما كانش.
هنا ثاني هذ البوبيطات هذو كنت غسلتهم في الليل وحطيتهم، غسلتهم مليح مليح وقلت نحتاجهم ثاني في رمضان للزيتون للشربة. كانوا تحرقوا لي من شوية وهي للأسف حرقهم لي. أنا والله كي نحط نطيب فيهم السما عادي نقص الغاز بصح محمود كش ما كي يشعل عليهم والله يروح يحرقهم لي، حرقهم لي كامل من تحت. فحاولت أني نغسلهم مليح بصح هذوك اللي من تحت تحرقوا، يعني تحرقوا دوك تقريبا عندهم مدة واحد العامين هكذاك، يعني هذوني شريتهم عندهم عامين. ثاني جبت هذا كيما راكم تشوفوا حطيت البصل والبطاطا. المهم كاين بنات قالوا لي ما تحطيش البصل مع البطاطا، البنات يعني كل واحده حاطتهم في جهه. يعني بصراحه شوفوا ندي يعني من عندكم هكا، كاين اللي كتبوا لي تعليقات مرات هكا ندير مثلا حاجه تكون كل ما نديرهاش بالصح، والله كاين اللي يحطوا لي نصائح. الواحد طبعا يتعلم، ما كاش اللي زاد متعلم. ندي من عندكم نصائح طبعا، وكاين النصائح اللي يفيدوني، وشكرا لكم بزاف بزاف. فكنت حطيتهم انا في الاول، كنت حاطه البطاطا مع البصل مخلطتهم. اما واحد المره هكا كاين اللي قالوا لي يعني ما تحطيش البطاطا مع البصل كيف كيف راهي تفزت، فوليت نحط البطاطا من جهه والبصل من جهه، نحطه هو والثوم في جهه وحدهم. وهنا كنت حطيت هذوك الحوايج اللي كانوا يفضولي سما هذوك ساشيات كامل. خرجت وما طولتش قعدت ساعه على بالكم شوفوا كيف خليت الكوزينه، رحت جبت هذا لانه شريت واحد وما كانش على بالي بلي فيه غير شويه، فكمل لي يعني كنت حطيته لتحت. كنت عارفه انا نجي لمعنا ذاك وكش ما اي حاجه تطيح و سما نهزو غير ونفرغو، فهمتوا كيفاش؟ فجبت هذا باش نحطو هنا باش نحط من فوق البصل وذاك نهزو طول ونضغط. وجبت ثاني الجوري باتيسري لانه شوفوا ملي نضت الصباح تقولي ماما عايزه كيكه ديري لي كيكه، وكنت تشوفوا في الكوزينه كيفاش راهي مرونه. فما قدرتش ندير لها وليت ما خليتها لهاش في قلبها، قلت دقيقه تجي تقول لي ماما درتي لي، جبت لها روح جبت لها الباتيسري وجيت قلت لها جبت لك كيكه وجيت ماما. فقلت لكم جبت هذا نغلف بيه، مش نغلف بيه نحطه هكا، حطيت من تحت البوتاجي بصح ما كفينيش وما لقيتش، كان عندي واحد اخضر كيما شفتوا بصح ما لقيتش اللون نفس اللون، فجبت هذا وخلاص قلت خلي نجيب هذا وخلاص. دوكا مزات لي حاجه خفيفه باش نخبي، مزال هذا نخبي فيه الحوايج كيما دوك الحوايج اللي باقيين لي كيما اللوبيا باغي نديرهم قبل رمضان باش نكملهم. وهذه هي هنا ثاني هذه بعد ما نشفت لي زيبيس اللي كنت غسلتها. المهم حطيت هنا فيها لي زيبيس وقاعده نشوف اللي موجودين عندي واللي كملوا لي هكذا باش نعرف واش نجيب في رمضان. يعني من الاحسن الواحد يشوف واش عنده واش ما عندوش، واش يزيد واش ما يزيدش، فهمتوا؟ فبالنسبه لي زيبيس لقيت اللي كانوا عندي ما نحتاجش، وكاين اللي لقيتهم ناقصين لازمني نشريهم كيما الكزبر. الكزبر جابت لي ماما كيما شفتوا، فعندي الله يبارك يكفيني يقول واحد لمده عام ونص ما عام ونص ما نشريش. ماما هنا بتشيخه يعني يحبوا الكزبر تاعنا بزاف، فندي انا ونمد لهم ثاني ليهم. لقيت عندي الكزبر، لقيت عندي الكركم، فلفل احمر، هذو كامل قلت ما نشريهمش. سما كانوا خاصيني شويه فلفل اسود شويه ثوم بودر، هذو قلت ان شاء الله هكذا كي نشري رمضان نشريهم. يعني كملت كل شيء البنات، ما بقى لي والو غير عندي شويه تاع ما نخبيهم. المهم وخبيت كل شيء هنايا، فدوك راح نكمل تغليف. هذه هي اخر حاجه راح نديرها بكم، والله العظيم عييت دوكا يومين وانا تقريبا يومين وانا غير الشغل تاع الكوزينه ما خرجتش منها خلاص. فشوفوا هذا جبتو كيف هذا، لانه المره اللي فات العام اللي فات كي غلفناها، المهم بقى لنا هذا الطرف هنايا ما غلفناهاش، وكان يعني هكا من ورا الكوزينيا ثاني مشي مغلف، بقى لنا طرف لهي. وهنا قدام الباب قطع لي شويه عمر، فكي رحنا المره الاخيره للقاهره جبت منه قلت باش نكمل الغلف، يعني كي تتغلف تتغلف كامله احسن، خير من ما تبقى طبه مغلفه وطبه ماشي مغلفه. وبالنسبه لتاع الكوزي تاع الرخامه تاع البوتاجي ثاني بغيت نبدلها كيما شفتوا تاعي كيفاش دايره. صبروا نزيد نهبط لكم تشوفوها مليحه. هاي فجبت واحد اخرى جبتها في النوار، يعني بصح جبت شكل واحد اخر، هذا جاي شويه نوار يبري. ها
جاي هكا ايه هذا يبين عباكم الوجه. فهذا هو اللي حنغلف به الخامة. يدري يخرج كيما الاول ثاني عجبني، فحبيت اني نجرب هذا ونشوف. دوك نكمل نغلف من لي زيبيس حطيت وشفت لي خاصني يعني باش ان شاء الله نشري رمضان، فحطيتهم كاين لقيت حوايج يخصوني ونكتبهم عيبكم ونشوفوا نكتب فيه على السوشا حنجيب. فاول حاجه شوفوا هذا جبت من يعني بزاف. هنا كملت غلفت هذاك الحيط اللي قلت لكم بالنسبه لطريقه التغليف، هي من الاحسن يكون واحد معك باش انتيا تفتحي هذاك الغلاف اللي من برا، وواحد هذاك يخرج لك الهواء، لازم ما يبقاش داخلهم الهواء. اما انا كي كانوا الاولاد راقدين وثاني محمود كان راقد، فوليت قلت ايا خلينا نعتمد على نفسي ونديرها وحدي. شوفوا المره الاولى بقيت نقيس وندير، هي بصراحة كي هاد الحيط هكا جاي شوية صغير فلازم نقيس بالضبط، وقعدت نقيس ومن بعد ولات الحمد لله اللي صلحت، وجات يعني جات بالنسبة قد في القياس جات هي قد. انا كانت اخر حاجة كملها عباكم كنت فرحانة بزاف بزاف وقلت الحمد لله يا ربي اللي كملت. اللي كملت ثاني كنت خسلت الطابي ذاك اللي كان محطوط في الصالة، لانه دوك يعني الجو بدا يعني بدات سخانة، فقررت اني ما نحطوش في وسط الصالة نحطو تحت طابلة احسن. كنت حطاته كان محمود اللي يقول لي حطيه في الارض هكذا باش كي نمشي وما يكونش ما تكونش الارض باردة، فذوك خلاص يسمى الجو تحسن. قلت لهم خلاص دوك نغسلو ونحطو تحت الطابلة بالضبط، ولقيت روحي ماشي انا فقط اللي ما خلصتش واللي ما كملتش. لقيت بزاف بزاف تعليقات في اخر فيديو قالوا لي زين بحنا ثاني مزلنا ما كملناش، كاين اللي قالوا لي حنا نخليو حتى الايام الاخيرة احسن يعني ما نبداوش قبل بزاف، لانه شفت كاين اللي بداو من قبل بشهر، كاين اللي بداو قبل بشهر ونص. فمن الاحسن يعني الواحد يخلي حتى يقرب شوي ويبدا هذاك هو يوصل لرمضان قد قد ما يطيح معي قد قد. انا هذا ما ندير هذه كل مره العيد رمضان هكذا كل مره. هنا ثاني جيت نبدل هذه تاع الرخامه، هذه المره الاولى محمود قال لي غلفي طول عليها، قلت له لا ما غلفش عليها هي اصلا تملات بالبنتوره وذاك، فنحيها احسن وبالك هذوك تاع البانتورا يبقاو كون لصق الاخر عليه يبقاو هكا باينين، ولا كيما نقولوا مش باينين بصح يبقاو لي طراس تاعهم هكا من الفوق كشغل خشين هكا كي تمسو تجي كشغل خشينه، فنحيتها ما بغيتش نخليها. هذه هي كيما راكم تشوفوا اللون الرخامه تاعي الحقيقيه، ممكن كاين اللي يتابعوني جدد والله، فهذا هو اللون تاعها الحقيقي. وانا حبيت نديرها نوار لانه المطبخ تاعي دايرته ابيض، فما درته في النوار هكا يخرج ابيض في النوار. هذه ثاني لازم تطولوا بالكم معها، صورتو كي تكونوا وحدكم تغلفوا فيها لازم تطولوا بالكم لانه تعب بزاف وما تلقاوش كيفاه من الجهه تحكموا من الجهه من ولا تحكموا من الجهه من. انا حاولت على قد ما نقدر نستفها مليح والحمد لله يعني خرجت هذاك الهواء اللي فيها. ما تخليوش هذاك الهواء بالنسبه اللي بغيني غلفوا ولا ما تخليوش هذاك الهواء خلاص اللي فيها، فحاولت على قد ما نقدر اني نديرها مضبوطه وتعبت فيها والله تعبت. شوفوا نروح في الجهه اللي منا ومن بعد في الجهه اللي منا حتى كملتها كامله. هنا البنات كي راكم تشوفوا اني غلفتها، شوفوا الشكل تاعها النهائي كيفاش داير، هذو جايين شغل غيوم. فحبيتها كنبدل شويه لانه الاخر يعني ما من ورا، بصح حبيتها كنبدل شويه في الشكل. مازلت يعني ما كملتلوش الديكور الاخير خلاص. المهم شوفوا هنايا شوفوا الروينه كيفاش راهي لميعن. هنا ثاني هذا اللي ما كانش فيه كما راكم تشوفوا هنا راني غلفته كامل، وهذا اللي هنا قلت لكم قدام الباب كان شويه مقطوع فعاود ثاني غلفته.
هنا وريتكم واش حطيت من التحت. هنا كاين هذا الباتر الميكسر، هذو حطيتهم هنايا. بالنسبه ثاني البرمه والكسكاس حطيتهم، قلت بالك ندير باذن الله في رمضان السحور هكذا المسفوف، والله ان شاء الله يا ربي باقل التكاليف تقدروا يعني تبدلوا اي حاجه عندكم، يعني باقل تكلفه. كما هذا اللي غلفت به رخام، هذا ما شريتوش تقريبا، شريته ب 20 والله الله اعلم، يعني في الحدود هذه. ميم تغليف يعني اللي باغي تغلف ولا، فكاين يعني حوايج ما تكلفش، خلاص تقدروا تبدلوا فيها شويه من الديكور، تقدروا تبدلوا ديروا هكا الراحه النفسيه، تقدروا تبدلوا نفسيتكم هكا في حوايج كيما هذو، يعني ما تكلفوا رواحكم ما والو. انا ثاني وريتكم واش حطيت هكا الفوق، وكنت كملت الكوزينه وريحت ريحت ريحت. وهنا كملت. المهم مازال غير نفرش طابي، وهذه هي كش ما نحط هكا ديكورات، يعني الشكل النهائي هنا مازلت ما كملتوش. هنا ثاني ما كملتوش، قلت بالك نحط هنا هذه هكا لانه نعكس شويه هكا، بما انه ابيض ما زيدش نحط هذاك السيرفيس اللي كان هنا ابيض، نعكس شويه الالوان ونزيد نشري طابي، لانه طابي تاعي الاخر راح نحيه. فباذن الله باذن الله كي نكمل الصالون نولي ندير لكم جوله في الدار كامله، فهمت يعني ندير لكم جوله في الكوزينه بعد ما نكملها اخر ونفرش فيها. يعني هي كملتها ما باغي كنفرش فيها، وباغي ثاني ندير لكم جوله في الصالون باذن الله كي نكملوا ان شاء الله. هكذا بكم ريحت 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 نفسيا، والله العظيم ريحت وتعبت. شكرا لكم بزاف لدعمكم، شكرا لكم لتعليقاتكم، ما تنساوش تخليوا لي جمال الفيديو طبعا اذا عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في رواحكم البنات وسلامه.